يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس حار رطب على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-26، السويس العظمى 35 والصغرى 25، العريش 30-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-28، الأقصر 41-29، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.